السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا من يحمي المواهب الجزائريه من ابتزاز، يعني من سماسره هنا في الجزائر تعمل للخليجيين، يعني الخليجيين سوف لن تكون غادي بيطوروا كيسموها يا ربي، بيطوروا العمل تاعهم. سوف مسيخي الجزائريين ما غاديش تشوفوهم جنسين، يعني يلعبوا تحت رايات يعني وطنيه سعوديه كويتيه لبنانيه ولا قطريه ولا كويتيه، ولا ما غاديش تشوفوهم غير في قطر برك، لا غادي تشوفوهم في الخليج. من يحمي مواهب جزائرية؟ هذا هو العنوان تاعنا، من يحمي مواهب جزائرية يعني من البزنزة بزنازيين سماسرة. شكون اللي يحمي الجزائر؟ شكون اللي يحميهم؟ حراويرة ذاك اللعاب تاع أنا نفكركم، أنا غادي نعطيكم غير حاجة. يونس بن علي صاحب 17 سنة اللي طردها تهدي كيب تاعو أقل من 17، قولوا لنا وين هيا طولها ويرا، هيا طولها ويرا، هذا ما تقلقوا به والو. نتوما وطنيين، نتوما تاع اليوتيوب ماشي وطنيين، تبغوا الجزائر لا، نتوما طراطيرة طراطيرة طرطارات الفرفارات الفرفارات، نتوما كي تبغوا الجزائر، يعني الجزائر ماشي غير في الاتحادية ولا حماية مشرف يا روكي بزنازي ولا لا، تبغي الجزائر هدر، قول كيف انتم كيف راكم تجنسوا، ما تجيش تخلق لي حاجه تقول لي راحوا هذو والديهم باش يردوا والديهم، يعني ماذا ماشي راه يخدمك واطو في فرنسا با يخدم ولا لا، لازم بطوله جزائريه تحميها من تحمي المواهب تاعها، ماشي طالما باش تكون عندك بطوله مليحه، باش بالمواهب بالعابين هذه هي. وجدنا سوف تكون قنبلة موقوتة سوف تنفجر، أنا نقول لكم قريب إن شاء الله، باش الناس هذاك الوادو هذاك عبد السلام الوادو اللي كان يجي هنا قولوا له يعاود يجي هنايا، خاطش راهم مقضاو صوالحهم، قالوا له ما تبقاش تبان، راهم فاقولك جماعة، راهم فاقولك ما تبقاش تبان. مش قاش تبان، راحوا مساكين التاليه كاع تاعهم راحوا تاع البستان، ريستوروني في البستان في مقام الشهيد، خزنوا فماك بصح الرجاله كانت فماك، رجاله كي نقول لك رجاله كانوا فماك، تولي الشوفير تاعهم كان فماك، شوفير يعني الرجاله كانت فماك، وعلى موراها خرجوا المشرف كاز بورطاب وخرجوا يديروا تهديدات وراهم يشوفون، لا هما ما بيهمش هذيك، بيهم شوبير اللي راهم حاطين في لي فاكتير تاعهم باللي حاطين 500 مليون باش افوكا يشارعوا في شوبير، راه هدرها ياسين مرزوقي تاع قسنطينه هذاك، راه هدرها في قناه السلام، قال لهم 500 مليون لي زافوكا قال لهم باش تشارعوا شوبير، وقالها لكم واه ولا لا؟ ماشي قالها لكم؟ وقالها، هياك تشوف، أنا على بالي نتوما كيفاش، نتوما ما بيكمش تاع التصويره هذاك تاع مصورين وقال لك يشوفوا منا ويصوروا في الساعه، هذيك هذيك الأولى داروها بها الباس، قال لك شوف المشرف هذا راه يتبع فيه بالرحمه لا يلعب ولا ما يلعبش منا، من بعد خرجنا احنا قضيه تاع البستان. خرجوا قال لك راهم يروحوا بعد عاودوا قلبوا قال لك يديروا له في المؤامرات، روح تربح روح 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 الفول، لا كاين الفول كاين الفول، قولوا الفول قولوا الفول قولوا قولوا، يعني وين شأن اين هو اللعاب يونس بن علي الذي طرد من طرف اداره ناديه نونت الفرنسي، واي جديد في موضوع فالامر يتكرر مع كل منافسه دوليه يخوضها المنتخب الجزائري، بل ان هناك اخبار تقول ان نادي نونت قام بتسريح لاعب جزائري اخر لنفس السبب. اين هما اللاعبين تاع اولمبيك مارسي قد قاموا بفسخ عقد لاعبين جزائريين، مهدي بالعوج
وسريال خيثر مباشرة بعد عودتهم من المشاركة في بطولة شمال إفريقيا أقل من 20 سنة، وهذا قبل سنتين بأعز من المدير الفني لمركز التكوين لنادي، والذي يتهمه يعني بأنه من أضاع فرصة حمل النجم إسماعيل بن ناصر. يعني قلت لك النجم يعني اللعاب هذا بنى لهذا، يعني قرار تصريح الذي أثر كثير من الجدال. قال عنه يعني يونس بن علي: تكونت وتدرجت في نادي نوت الفرنسي، وهذا يجعلني ممتد كثيرا للفريق، لكني لا شيء يمكنه أن يمنعني من تمثيل المنتخب بلادي. مسكين، واه خويا واه، يعني غادي يديروا لك هنا ولا أين أنت؟ أين أنت؟ وكنتما تنظروا من الهضرة تاعي، بصح الله غالب هذه هضرة، عاد نجيب لكم بعض الصوالح. راني نهضر أنا الأول، راني نقول لكم على 8 لعابة اللي جنسوهم. كان اللي على ما كاين في 8 تاع اللعابة يدي واحد 12 مليار. روكي البزنازي يربد واحد 12 13 مليار. الله غالب راهم يبنوا في أكاديمية هنايا شراكة بيناتهم، لازم يجيبوا دراهم ويجيبوا بكل طرق. يعني بيديروا هنايا ويبداو يبيعوا ريزيرف هنا، بصح غادي ما تندارش هذيك الأكاديمية، والله ما تكمل. والله ما تكمل هذوك دراهم الجزائريين، والله ما تكمل. والله يا ديك الاكاديميه ما راهي كاملتها ان شاء الله برب، انت خايف منها في راسك. والله ما تكمل هذيك الاكاديميه، عاد منها سهله انتوما. هاي لا وراي، هاي لا وراي، اكاديميه لا يتبنى، هذه هي الاكاديميه لا يتبنى. والله ما تكمل ان شاء الله باذن الله. انا جامي شفتها هذه في بابالي، هذه الاكاديميه مشتركه بين المطحنه وروكي البزنازي. والله ما تكمل باذن الله هاودي، انا نقولها لكم، والله ما تكملها باذن الله يا رب العالمين. ما يكملتها ودي، حتى هذوك دراهم الجزائريين ودراهم على بالك راهم جايين يدير لك، يقول لك راحوا يجنسوا، راحوا يخدموا على والديهم. على هنا البطوله هنا التالي يدي 300 مليون، بصح يطلع البطوله الجزائريه، هذه هي يطلع البطوله الجزائريه. ها موضوع الجزائري يا خويا، الله يخدم، يا الله يجي. كل شيء جاي في راسك، اي انا والله شو يقول لك الدوام يسقب الرخام، والله ما نتقلق. شفتوا كيفاش وجدونا داروا جيش وناس جابوا ناس مصداقي شيعه، ناس من ناس بوخ يعني مش جياح، يجيبوا كل شيء طايحين على شوبير. بصح انا ما تقلقش، ما تقلقش غير بشويه. يقول لك الرخام، يقول لك الدواب يثقب بالرخام، والله العظيم إلا قعرناكم بالككم غارقين. يجي الوقت وقربت افتح هذه، والله لا سمعتوها ودي، وما تسمعهاش في دارك، والله لا سمعتها ودي مهما كان المستوى.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.